انا وبنت عمي بنت عمي كلنا احنا ورايحين قدامنا ابن عمي ولا دخلوا الجيش حاصرونا. هي القريبة لا تطلع ما فجرت ما فجرت. هي صاروخ لا قذيفة دبابة بس ما فجرت. هلأ هون نحن عنا بجبهة عن سيف الدولة. ايه بقى هون هاي بيوت يعني في بيوت انتركت من سنة. باركين نحن هون أنا وأمي وخواتي. ايه هون متمركز الجيش وهي جنبنا مباشر. السواتر بتعمي مشان القناصين قطعوا ما يضربوا. بلاقي هذا كان كامش النت وعم يمشي دخل عم ينتقب قناص من دون ما يعرف وهو ما هو لسه ما قماش عنه وضربه. قلبي متحطم. هي عيشة لا ما عيشة. البشر صار حقهم رخيص صار حقهم دولار. وشعوري مثل ما تم عندي شعور أنا. انبسط اخواتي حس بروح الاطفال بروح اللعب. اول الامر ضل بالبيت قول ما يقوم حدا يتصاور. الاولاد كنت احطهم كلهم احاول اني ما يناموا كنت اعطيهم كثير شراب سهله وهيك مشان ما يحسوا على شيء يعني بدهم يضلوا مع ابوهم. أنا ضليت أنا وزوجتي 8 سنين ما أجانا أولاد. بعد 8 سنين ضلينا صابرين لبين ما أذن رب العالمين إني نرزق بحمودة. يعني هيك إني إلهم ترتيبة خاصة. لا والله أخاف من شيء. لا ما بخاف. أنا هون معي عائلتي. هذا الموت ما بيبعد عنك إلا إذا واجهته وش بوش. أنا جيت لهون مشان واجهه حب واجهه هيك. هلأ الموت خاف ما بقى يقرب علي. أنا المهم أمن إذا بدي موت أنا موت مع أمي ومع أبوي ومع أخواتي بالأخص. إذا بدي أمن موت مع هالخمسة